تستمر في هذا الصباح الخاص بهجن أصحاب سمو الشيوخ، ومع هذا السن، السن المفاجات، سن اللقاية، لينطلق أيضا شوط جديد وهو الشوط العاشر الخاص بالابكار المهجنات المملوكة لأصحاب سمو الشيوخ، والتي تنطلق بقوة المنافسة والتحدي مع بداية أيضا انطلاقة هجن أصحاب سمو الشيوخ ضمن هذا المهرجان الكبير والختامي، مهرجان المرموم 2014. ننطلق مع هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة والتحدي المثير لدى انطلاقة هذه الأسماء ولدى انطلاقة هذه النوعيات التي أيضا خصصت للأبكار المهجنات. جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة رصدت أيضا للفائز بالمركز الأول وبقية المراكز حتى المركز العاشر، جوائز نقدية قيمة للفائزين بالعشر المراكز المتقدمة خلال هذا الانطلاق. نسير دائما بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء مع مقدمة هذا الشوط ومع هذه الأسماء التي تحمل شعارات أصحاب سمو الشيوخ، مع خبراء التغمير الذين يتابعون هذه الأسماء القوية. كما نتابع مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الأول الشاهينية على المركز الأول لصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وأيضا سعد بن طالب بن شريف من يتولى التغمير والعناية، ولكن غيرت فريدة إلى مقدمة هذا الشوط وأعلنت أيضا بالانطلاق مع الصدارة المملوكة لهجن العاصفة، واللي ضم فريدة سيد حمد بن راشد بن غدير الاكتبي. بينما المركز الثالث هناك من الجانب الآخر مشاهدينا الأعزاء، وتدخلات أيضا في هذه اللحظات من قيادة تدخلت وخذت المركز الثالث، قيادة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. سعيد بن عبيد الحميري يتولى عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع هناك تاتي أيضا في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الرائع والجميل بشعار هجن الشحانية لدى وجود الدوحة، سالم بجابر بن فاران المري يتولى التضمير والعناية. وصول أيضا على المركز الخامس هنا الضبي لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الداني، وعايد بن صلاح الرشيدي يتولى التضمير والعناية. ولكن الوصول هنا من قزلان تأتي أيضا على المركز السادس في هذه اللحظات، وتنتقل مباشرة إلى المركز الثالث لهجن الرئاسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيلي يتولى العناية والتضمير. ووصول أيضا من الطيارة لهجن الرئاسة، سيل بن أحمد بن دري الفلاحي يتولى العناية والتضمير لدى انطلاقة هذا الاسم. وهنا نتابع مشاهدين الأعزاء المركز الثامن، وصلت هنا أيضا بهذا الانطلاق وبهذا التحدي راية لهجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير يتولى التضمير والعناية. والوصول مع المركز التاسع في هذه اللحظات، ما شاء الله هملولة تاتي على المركز التاسع خلال هذه اللحظات لهجن الرئاسة، علي بن يميل الوهيبي الذي لقب أيضا بالظافر خلال هذه الانطلاقة. بينما عاشرا تاتي منصور أيضا لهجن الرئاسة، وأيضا المتابعة بالتضمير عند السيد عيسى بن أحمد بن مايد الأخيالي. بهذا مشاهدينا الأعزاء أكملنا ندانا الأول للعشر المراكز المتقدمة في انطلاقة هذا الشوط وتحديات هذا السن، والكل يرغب بمتابعة هذا السن، سن اللقاية، أول انطلاقة أشواط هجن أصحاب سمو الشيوخ في هذا الصباح المميز في انطلاقة هذه الأسماء التي تنطلق هنا في ميدان المرموم. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، فريدة فريدة، وهي فريدة أيضا بالأداء الرائع والجميل، وفريدة من نوعها لتاتي مع الصدارة بشعار هجن العاصفة. الواثق حمد بن راشد بن غدير يتولى التضمير والعناية. بينما المركز الثاني هناك الطيارة تاتي على المركز الثاني من الجانب الآخر بشعار هجن الرئاسة، سيل بن أحمد بن دري الفلاحي يتولى العناية والتضمير. بينما ثالثا تاتي غزلان في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الرائع
والجميل لهجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يتولى التضمير، بينما المركز الرابع الظبي لسعادة شيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني، وعايد بن صلاح الرشيدي يتولى التضمير والعناية لدى انطلاقة أيضا الظبي، بينما خامسا وصل تلاهية هنا مع المركز الخامس بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يتولى التضمير والعناية في هذا الانطلاق، وتدخلات منصورة وصلت منصورة باحدة عن الفوز والانتصار بشعار الانتصار شعار هجن الرئاسة، وأيضا عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي يتولى العناية والتضمير. الله خلاص وصلنا إلى هذه اللوحة التي يتابعها الكل وينتظرها الجميع المضمرين، 1200 فريدة 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 على مقدمة هذا الشوط، فريدة على المركز الأول لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يتولى التضمير لدى انطلاقة فريدة على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هنا تأتي أيضا في هذه اللحظات وصلت منصورة غيرت، ولكن غزلان هنا وانطلاقة غزلان لهجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي يأتي مع انطلاقة غزلان في هذه المجموعة من الغزلان التي تشارك في هذا الشوط والوصول الخطر. طماعة طماعة أول إذاعة لطماعة لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، الله يا سلام التحدي الخطير مع الأمتار النهائية لانطلاقة هذا الشوط، ولكن الله يا سلام فريدة 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 مع المقدمة، فريدة مع الصدارة، انفردت فريدة غيرت هنا وأعلنت بالقيادة منذ بداية الانطلاقة وحتى هذه اللحظات لهجن العاصفة، هذه المؤسسة العملاقة التي تمتلك مثل هذه النوعيات، وفريدة هي صاحبة الصدارة لهجن العاصفة الواثق من قدراته الواثق بخبرات التضمير الذي دائما يقدم هذه الأسماء الفريدة من نوعها لتأتي مع الصدارة هنا بانطلاقة فريدة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله، تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا والناموس للواثق حمد بن راشد بن غدير على أيضا تسجيل النقطة الثامنة في صباح هذا اليوم من خلال انطلاقة فريدة، بينما المركز الثاني منصورة لهجن الرئاسة، والمركز الثالث الشحانية لهجن الشحانية، بينما المركز الرابع كان من نصيب هيبة لهجن العاصفة، والمركز الخامس كان من نصيب غزلان لهجن الرئاسة. ما شاء الله تحدي وإثارة، وفريدة هي من حظت أيضا بناموس هذا الشوط لتهدي للمرة الثامنة لهجن العاصفة، وإلى الواثق حمد بن راشد بن غدير الذي أعلن بانطلاقة فريدة منذ بداية الشوط وحتى نهايته لتسجل توقيت زمني مقداره مشاهدين الأعزاء 7 دقائق و34 ثانية و6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، بينما من حلت ثانيا وأتت في المركز الثاني كانت منصورة أيضا لهجن الرئاسة مع المضمر عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي بتوقيت زمني 7 دقائق 35 ثانية 8 أجزاء من الثانية، والمركز الثالث حلت الشحانية لهجن الشحانية مع أيضا الذهبي سالم بن فاران المري الذي قدم الشحانية لتأتي ثالثا في هذه المراكز المتقدمة خلال هذا الانطلاق 7 دقائق 37 ثانية 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لكل الفائزين.